بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أنا سعيد جدا بتواجدي مرة أخرى في هذا الريال، سعيد بأني أتواجد مرة أخرى في نادي في بيتي ثاني. ويزيد قدم مقدمة أقدر أختصرها عدت مرة أخرى إلى بيتي. أتمنى إن شاء الله أن أكون عند حسن ظن الجميع. لما أتكلم عن الجميع أقصد الجميع، جميع الفئات الهلالية. أتمنى أن أكون عند حسن ظن من وضع الثقة في سامي جابر وعلى رأسهم رئيس مجلس إدارة النادي وصاحب سمو الملك الأمير عبد الرحمن بن سعد وأعضاء شرف النادي اللي عندهم ثقة كبيرة في سامي جابر، وهذا يحملني مسؤولية أكبر، مسؤولية أصعب، لأني أكون إن شاء الله طول نعيد الهلال إلى صياغته أو إلى وضعه الطبيعي. قبل ما أترك المجال للأسئلة أحب إني أختصر في حد يعني في كلام معين. يمكن ذكرته من خلال حديثي الأخير لإذاعة ميكس اف ام، الهلال لم يبعد كثيرا عن ما هو عليه. الهلال فقط في استراحة كانت، لكن سيعود إن شاء الله كما كان وأفضل إن شاء الله. الحقيقة أبو يزيد يعني قال كلام مختصر برضو للجميع، نفس المسؤولية اللي عند سامي الجابري. إذا ما كان هناك في ذكرته من الجميع ما أعتقد راح يكون هناك إعادة لنادي الهلال إلى وضعه الطبيعي. أتمنى إن شاء الله أني موفق إن شاء الله في يعني ما أنا موجود في هذا المنصب. أعتبره بالنسبة لي تحدي جديد، أعتبره بالنسبة لي منعطف آخر في حياة الرياضية، ولكن يأتي تحت مسمى آخر كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال، وهذه مسؤولية كبيرة، ولكن أيضا يندرج تحت خدمة نادي الهلال. لكن بقول لك شيء الآن، بداية العمل ونهاية الكلام، هذا هو رد العمل. ما ودي يكون هناك في مؤتمر صحفي كلام هناك مشاكل، فقط أتيت للعمل في نادي الهلال، ليس عندي أي مشكلة مع أي كان في نادي الهلال، سواء كان إعلام أو جمهور أو لاعبين أو عاملين أو مسؤولين. نحن في أسرة واحدة وفي بيت واحد. أعتقد أن الكلام أو صياغة السؤال لم تكن نعم. أنا أتيت للعمل في نادي الهلال وليس لدي أي مشاكل مع أي كان في نادي الهلال، بالعكس نادي الهلال أعتقد أنه جزء يعتبرون جزء من المنظومة اللي أنا أشتغل أو اللي أعمل فيها. المفاوضات تقريبا أو الكلام أو التخطيط مثل هذا الشيء بدأ قبل 3 شهور مع الأمير عبد الرحمن بن سعد، وأعتقد أن احنا تم بيننا وبين الأمير عبد الرحمن سعد أكثر من اجتماع وأكثر من لقاء لمثل هذه المرحلة، فيها جميع التصورات، فيها جميع المراحل، إلى أن توصلنا إلى اتفاق وتوصلوا إلى قناعة تامة مع أعضاء شرف النادي في أني أكون أنا الشخص المسؤول الأول والأخير كمدير فني لقيادة الفريق في الموسم القادم إن شاء الله. بالنسبة للطاقم الفني اللي مصاحب معي، الطاقم الفني يعني كله يتكون من أوروبيين، مساعد إنجليزي هو السيد جيم جاليغان، ومدربين لياقة السيد نيكولاس شارتون، وأيضا والسيد ماثيو ألم ماثيو، ومدرب الحراس سبق له العمل في نادي الهلال وهو السيد جورج هوسبا من ألمانيا. هناك أيضا نسميه تكنيكال آي تي اللي هو مدرب فني تكنولوجي يعني للستاتس يعني كل الأشياء اللي مهمة في التكنولوجي، إعداد الفيديو والأشياء هذه المهمة، الإحصائيات هو كريم الإدريسي.
هذا هو الاستاف. وايضا الطاقم الطبي يتكون ايضا من نفس الدكتور الطبيب الفرنسي، نفس الطاقم الطبي اللي عمل الموسم الماضي سيكون هو نفس الطاقم الطبي المستمر معنا في الموسم القادم ان شاء الله. من اسباب نجاح اي معسكر ووجود جميع العناصر سواء كانت المحليه او الاجنبيه، المحترفين السعوديين او المحترفين الاجانب، وهذا ما سنحرص عليه ان شاء الله بتواجد الجميع ان شاء الله في اول يوم في معسكر الفريق او اول يوم لبدء معسكر الفريق. سيكون ان شاء الله جميع الاجانب جاهزين الاربعه ان شاء الله. اشكر السيد زلاتكو، وجد تقرير متكامل عن السنه الماضيه، واشكر الاستاذ فادي فرج ايضا. تم التنسيق سواء كان مع الاجهزه السابقه وايضا اراء. بالنسبة لي أنا لست بعيد عن نادي الهلال، أتابع نادي الهلال حتى لو كنت في فرنسا. سيكون هناك فقط تقريبا ما تسمى بالفريق الأول لنادي الهلال، يتكون تقريبا من 28 لاعب، أربعة حراس و24 لاعب. سيتم أيضا الاستغناء عن بعض خدمات اللاعبين، وسيتم إعارة بعض اللاعبين بحيث ان نكون نشاهدهم في انديه ثانيه، لانهم هم مرتبطين بعقود نادي الهلال، فراح تكون فرصتهم كبيره بالنسبه للموسم هذا. لكن هم في يعني دائما ما نعيرهم الانديه بحيث انهم يلعبون، بحيث انهم يرجعون لنا متى ما اردنا يعني الاستفاده منهم في المستقبل. بالنسبه للمعسكر، المعسكر حيكون معسكر خارجي، لكن قبل المعسكر الخارجي راح يكون هناك 5 ايام فحوصات طبيه واختبارات لياقيه، وايضا سيتم تطبيق نظام اختبارات فيزيولوجية على موضوع اللياقة من خلال وأيضا فحوصات طبية تتخللها فحوصات للدم للقلب لأشياء كثيرة ستكون في الرياض. نعم في الرياض، ستكون في مدينة الرياض. بعد ذلك بنغادر إن شاء الله إلى معسكر خارج يوم 28 في النمسا، وسنعود إن شاء الله يوم 13 إن شاء الله، اللي هو راح يكون 13 جولاي.